السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم بتفسير الأحلام. قل ابن سيرين في تفسيره لحلم الثعبان أن الحياة على وجه العموم أعداء الإنسان، مستندا في تفسيره إلى إغواء الأفعال آدم عليه السلام بتوسل من إبليس. وعداوة الثعبان والحية في الحلم تكون على قدر حجمها وسمها. ويضيف ابن سيرين أن الحية في المنام امرأة، فمن رأى حية تموت في فراشه ماتت زوجته، ومن رأى حية تخرج من عنقه فيقطعها ثلاثا يطلق زوجته ثلاث مرات. قول ابن سيرين أن مصارعة الحية أو الثعبان في المنام تدل على قتال عدو في الحقيقة، فمن قاتل الثعبان أو الحية في الحلم وتمكن منه سيتمكن من عدو، ومن تمكنت الحية منه في المنام تمكن منه عدوه، كما يدل الصراع مع الثعبان في الرؤى على الصراع مع امرأة أو مقاومة إغواء امرأة أخرى. فيما يقول ابن سيرين أن رؤية بيض الثعبان في المنام تدل على أشد الأعداء مكرا، فمن رأى بيض الحية في منامه تربص به أعداء والله أعلم. وكذلك الأمر مع ثعبان السوداء الأسود في المنام، فهي أشد أنواع الأعداء دهاء. فيما يقول ابن سيرين في تفسيره لرؤية الحية والثعبان في البيت أن من رأى الثعبان في بيته لا يخاف، فهو قوي ضد الأعداء. من رأى الحياة والتعابين تدخل بيته وتخرج منه من غير مضرة، فهذا يدل أن أعداؤه من أهل بيته. ويقول المفسرون في الأحلام في موقع أن حلم الثعبان للعزباء يدل على هوى النفس واستجابتها للنفس الأمارة بالسوء، فعليها أن تجد نفسها وشهواتها بالأساس التي يرضيها الله عز وجل. فيما يقول ابن سيرين أن أكل لحم الحية في المنام مال حرام من عدو، ويرمز أكل لحم الأفعى في الحلم إلى انتصار كبير يحققه الراعي وتزلو مرابح ومكاسب كبيرة. أما رؤية الثعبان يبتلع الإنسان قد تكون دلالة خير. وتصيب مفسر الأحلام في موقع حلو أن رؤية الثعبان يبتلع الإنسان تفسر بأن الدنيا استحوذت عليه ونسر الهدف من وجوده على الأرض. أما الألوان الثعبان في المنام فدلالة من حيث قوة العداوة عن الإنسان، فالثعبان الأسود في الحلم أشد عداوة، كما في النار سوداء أشد ضراوة، وغالبا ما تفسر رؤية الثعبان الأسود بالشياطين. رؤية الأفعى في المنام للمرأة المتزوجة تدل على وجود من يتابع حياتها فتستعين على قضاء حوائجها بالكتمان. فيما يفسر حلم الأفعى تنفث السم يدل على المواجهة القوية، فمن رأى الأفعى تنفث سمها في وجهه فهو يدل على مجالسته أقواما أعداء له. هكذا نكون قد وصلنا إلى تفسير اليوم. أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد إن شاء الله.